السلام عليكم. هل الصوت واصل واضح شباب؟ السلام عليكم. هل الصوت واصل واضح؟ طيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نلتقي اليوم في لقائنا الرابع، واليوم سأتناول بالشرح الفصل الثاني وعنوانه مبادئ الإدارة، مبادئ التفاوض عفوا. طبعا زي ما تعودنا في آخر محاضرة لمدة 5 دقائق سيكون فيه كويز إن شاء الله. طيب بالنسبة لمبادئ التفاوض، طبعا زي ما شفنا في الفصل الأول، يعني هنا يكون فيه تساؤل، هل فيه يعني وصفة سحرية أو وصفة يمكن تطبيقها في العمليات التفاوضية؟ طبعا الإجابة يعني بديهية، الإجابة هي لا يوجد. ليش؟ لأن المواقف التفاوضية تختلف من موقف إلى موقف، وكذلك أطراف التفاوض يختلفون، فلا يمكن أنك تعد أو تجد في الكتب أو في المجلات المهنية إلى غير ذلك. ألو، الصوت واصل شباب؟ يعني قلتوا لي واصل واضح. طيب واصل، فقلت يعني لا يمكن يكون فيه يعني طريقة نموذجية أو وصفة نموذجية يمكن تطبيقها، عشان كده السبب قلنا هو وجود يعني أطراف تفاوضية مختلفة والمواقف التفاوضية تختلف من موقف إلى موقف. هو حتى بالنسبة لنفس المفاوض فيمكن له أنه في موقف تفاوضي يستخدم طريقة ما، وفي موقف تفاوضي آخر يستخدم طريقة أخرى، فلا يوجد يعني وصفة أو طريقة نموذجية يمكن تطبيقها في العملية التفاوضية. فالفكرة إيش هنا؟ يعني المختصين في التفاوض يقول لك إيش؟ يوجد عدد من المبادئ لو تم تطبيقها فإنك يعني تسهل أو تتيح لنفسك طريق النجاح في العملية التفاوضية. في عدد من المبادئ لو يقع تطبيقها، لو يحترمها المفاوض، فإنه يخطو خطوة كبيرة نحو الوصول إلى اتفاق في العملية التفاوضية. طبعا نجد يعني التقسيمات يعني وعدد المبادئ يعني عديدة ومتنوعة. فهنا بالنسبة للمؤلف يعني قام بجمع المبادئ وتقسيمها أو جمعها في 4 أصناف ممكنة. هنبدأ بالصنف الأول. طبعا هنا يعني هنشوف في مبادئ تتعلق بالمفاوض، في مبادئ تتعلق بالسلوك التفاوضي، في مبادئ تتعلق بالتكتيكات التفاوضية، في مبادئ تتعلق بالعمل في الجلسات التفاوضية. ف ايوه اخ بدر، مفاوض الاصحاب هنا من كل الصنف. طيب هذا بالنسبة للمبدأ الأول اللي دخلت في هذا الموضوع. طيب هبدأ بالصنف الأول، هو المبادئ التي تتعلق بالمفاوض نفسه. يعني في بعض المبادئ يعني محبب أنه يقع احترامها وتطبيقها. المبدأ الأول يقول: فاوض الأشخاص الذين يملكون السلطة وتجنب التفاوض مع الذين لا يملكونها. يعني السلطة هنا المقصود بها سلطة اتخاذ القرار. أنك يقول لك فاوض يعني شخص أو رئيس فريق لديه السلطة في اتخاذ القرار، ولا تفاوض شخص ليس لا يملك هذه السلطة. يعني إيش؟ يعني يمكن أنك تتفاوض لمدة زمنية طويلة أو حتى قصيرة، وفي الأخير يعني تقترح مقترح يعني عقلاني منطقي يمكن يكون الحل، فتقدمه المفاوض. فالمفاوض الخصم ايش حيسوي هنا؟ سهل عليه عشان يتهرب من المسؤولية وعشان ما يوافق على المقترح بتاعك. ايش يقول لك؟ يقول لك لا انا اسف يعني ما عندي سلطة اتخاذ القرار في هذه النقطة، فلا بد اني ارجع الى الادارة او ارجع الى
المسؤولين الذين كلفوني الذين فوضوني بهذه المهمة. يعني هنا جهد يوم أو يومين يعني مدة زمنية طويلة يمكن أن يطيح في الماء. ليش؟ بسبب أنك من الأول لم تتفاوض مع شخص لديه سلطة اتخاذ القرار، عشان ما تضيع لنفسك الوقت والجهد وكل يعني، وكذلك يعني في مصاريف تنقل وفلوس ويعني كل ما يتعلق بيد التفاوض. تأكد قبل أولا أنه ليس شرطا ولا. ليش؟ ليش أخ جابر؟ يعني من الأول أنك تتحدث مع المفاوض قل له هل عندك يعني صلاحيات اتخاذ القرار أم لا؟ فالأمور واضحة. تفاوض مع شخص منه فايدة، يعني مو منه فايدة، الحكاية ما هي فايدة، فايدة أنت اللي حتى يعني تحاول تستخرجها. ليس شرط دكتور أن نحفظها بالترتيب. لا لا ما في صرف الترتيب ولا شيء، يعني حتى الحفظ يعني صعب انه تحفظ في تقريبا اتوقع لنحفظ رسول الله في 65 مبدأ كثير يعني. فأنا ما بنصح بالحفظ، أنصح بالفهم. ولا زي ما قلت لكم يعني من أول محاضرة بالنسبة لفصل المبادئ وفصل التكتيكات والاستراتيجيات، لأنه عددهم كبير في تعداد كبير، فأنا أختار المبادئ والاستراتيجيات يعني الأسئلة تخص الموضوع الأسهل والأبسط عشان أسهل عليكم بس، لكن لابد أن تكون في أسئلة في هذا الموضوع. طيب اثنين، ضع أهدافا كبيرة. يعني ضع أهدافا كبيرة، أنت تعرف هدفك أنه مثلا عايز تشتري الجوال في حدود 1000 ريال أو عايز تبيعه في حدود 1000 ريال. فلما تتفاوض مع المشتري أو البائع ضع هدف أكبر، لأنه لو يعني الحد الأدنى بتاعك 1000 ريال مثلا، لو يعني لما أنت ترفع من الهدف، فحتى لو نزلت مع المفاوض الخصم، حتى لو نزلت في التفاوض في أهدافك، فإنك ما تنزل تحت الهدف أو تحت الحد الأدنى، وبالتالي يمكن لك أن تحقق هدفك. يعني ما بعرف ايش مشكلة هذا الصوت يا شباب، يعني هل هو مشكلة عام للجميع ام يعني خاص؟ يعني حلو الصوت، يعني اللي عنده مشكلة بالصوت يعني يشوف يعني يتكرر هذا امس واليوم هاي. طيب ثلاثة، لا تركز على الاهداف قصيرة المدى. يعني ايش هذا؟ يعني تعرف انه في العملية التفاوضية يمكن ان تتكون من العديد من الجلسات التفاوضية، يمكن تكون جلسة واحدة، يمكن تكون 100 جلسة، يعني طبعا حسب ايوه. اذا لم تقع على طاقة التفاوض قوة فعليه هو يتبنى منهج ايش مستوى الجهد المشترك. لسه دخلت هنا الفصل الخامس اخت حنان، دخلت معه. اذا ما عنده قوة ايش افضل له، انه يتعاون او يساوم؟ اذا هو قوته ضعيفة طبعا يتعاون افضل، يعني الجهد المشترك هنا هي اجابة يعني لسه في السابقة أولها بالسؤال هذا. طيب أرجع يعني ما تتصرف يا شباب، أحيانا تطرحوا أسئلة يعني سابقة أولها. خلينا نمشي واحدة واحدة وبحول الله يعني نغطي كل العناصر التي يعني يمكن أن تكون عليها تساؤلات. طيب قلت الأهداف القصيرة المدى هي تعني أنه أنك في الجلسات التفاوضية ما تركز على الأهداف اللي تحصلها في الجلسات التفاوضية. ما يمكن في جلسة من الجلسات، الجلسة الأولى حققت مكاسب، الجلسة الثانية حقق مكاسب، هذا لا يعني أني في الجلسة الأخيرة، الجلسة التي سيقع فيها تدوين الاتفاق النهائي، لا يعني أني سأكسب هذه الجلسة. فهنا زي في مثل يقول لك يعني يمكن لك أن تكسب معركة، لكن ركز على الحرب في مجملها وليس على المعركة. يعني ما تركز على انك تحقق هدف الجلسة التفاوضية، ركز على الهدف الاساسي وليس الاهداف يعني قصيرة المدى، هذا هو المقصود هنا. طيب كن هادئا واضبط اعصابك. هنا حنشوف كيف ما ننفع واضبط اعصابي لو كان اسلوبه وعقليته مستفزة. ممتاز السؤال اخت مارا، هذا هو قوة المفاوض، هذا اللي يفرق بين مفاوض ومفاوض.
اولا صرف الهدوء، ليش الهدوء؟ خلينا نشوف ليش، ايش 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 اهميه الهدوء، ايش استفاده من الهدوء. الانسان يقول لك الهدوء، الانسان الهادئ يكون افكاره مرتبه، يكون يعني منتبه، درجه اليقظه بتاعته عاليه. هذه صفات الهدوء بالنسبه للانسان الهادئ. الانسان متعصب هو عكس ذلك، يعني افكاره ستكون مشوشه، تركيزه ضعيف. ف يعني هنا هذا صفتين، هذه الصفات الهادئ مقارنه هذا بالغير هادئ. طيب نشوف احنا ايش هي ظروف الجلسات التفاوضيه. قلنا يعني الجلسات التفاوضيه يكون فيها ضغط شديد، ضغط نفسي وضغط جسدي، تعب جسدي، تعب نفسي، ان يبدا حريص، ان يقظ، ان يخاف لا يخدعني الطرف الاخر. فهنا هذه الظروف بالعكس يعني تجبرني اني اكون هادئ لكي لا افوت على نفسي يعني مواقف او افكار يمكن اني يعني تسبب لي في او في خسار، او لو فايد على نفسي مواقف تسبب لي مكتسبات. هذه فكره الهدوء، اضبط اعصابك، لانه لو عصبت ستفقد تركيزك، يمكن انه يستغل المفاوضه الخصم عصبيتك هذه ويمرر بعض الامور، بعض المقترحات اللي انت يمكن ما تكون متعود عليه او راضي عليه. عفوا مع التمرس والتعود يمكن ممتاز اخت حلود، يعني ممتاز، يعني تجربه. طبعا هو نظريا هادئ، يعني الانسان هادئ جيد، لكن احيانا يفقد هدوءه، يفقد اعصابه. لكن هنا لما الانسان يتحكم، يعود نفسه، يبرمج نفسه في ناس، يعني مثلا الشعب الانجليز مثلا اكثر ناس يعني دم بارد، يعني يبرمج الانسان، يمكن انه يبرمج نفسه، يبرمج الجهاز العصبي بتاعه على الهدوء. طيب خمسه، كن متفائلا. التفاؤل عكس التشاؤم. كن متفائل انك حتحقق اهدافك في المفاوضات، لا تكن متشائما. يعني لو دخلت متشائم فكل شيء ستنظر اليه على انه سلبي، بينما التفاؤل، التفاؤل يمكن الانسان انه يرى الحياه، يرى كل شيء حوله بايجابيه وليس ب دكتور عندك طريقه في البرمجه. في موجود علماء النفس، يعني ابحثي في علم النفس حتلاقي طرق عديده ومتعدده مختلفه في ضبط النفس. في علوم يعني تتبين، تعطيك الطريقه المناسبه ان شاء الله، لكن لابد من الرجوع اليها. انا ما اختصاصي علم النفس، لكن يمكن اني ابحث كذلك واشوف الموضوع عن قرب، لانه كذلك يعني المبدا هذا وثقه بالنفس المفاوض. صح، شوفوا صفات المفاوض وثقه بالنفس. طيب سته، لا تروج لنفسك بل روج لافكارك. بي بوزيتيف. ايوه صح. يعني هنا يقول لك ايش؟ الجلسه التفاوضيه ركز على افكارك، ما تركز على صفاتك، ما تركز على نفسك. لانه انت في الاخير الذي سيركز عليه المفاوض الخصم هي الافكار. هل الفكره هذه تتناسب مع اهدافي ام لا؟ ما يهمه يعني انك سبق او نقوم بتجربه في التفاوض، وانك يعني رائع، وانك مسالم، وانك كذا كذا، ما يهمه. هذا كله ما عنده ولا معنى عنده. الفائده هي الافكار. تفهم حاجات الطرف الاخر وتعامل معه بمصدر قوة. يعني لابد انك انت 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 تتعامل مع طرف اخر، مفاوض خصم. لابد انك تعرف حاجاته، لانه نعرف انه سلوك الفرد، من وين يجي سلوك الفرد شباب؟ يجي من شخصيته ومن ثقافته ومن حاجاته ومن موقف، الحاجات بتاعته. ايش هي حاجات الطرف الاخر؟ يعني حنشوف احنا في فصل الاعداد المفاوضات. اذا الفكره ايش؟ يقول لك تعرف على المفاوض الخصم، لابد انك تعرفه. فين درس؟ ايش خبراته؟ ايش الجانب متزوج ام لا؟ ايش عنده عيال ام لا؟ ايش كذا؟ يعني تحاول انك تعرف ايش هي حاجاته. لانه لما تعرف حاجاته تعرف كيف تتعامل وتستغل هذه المعرفه للحاجات لكي يمكن ان تمرر
تاخذ خلفيه عنها ممتاز. السيره الذاتيه بتاعته صح. يمكن ان تمرر يعني مقترحات تكسب بها وتحقق بها اهدافك. 8 استعد للمفاوضات وتمتع بجاهزيه عرض رسالتك. الى استعداد حنشوف هذا فصل كامل. المفاوضات تحتاج الى استعداد انك تعد اليها. مثلا بالنسبه للاداره احنا بنحكي الاداره تفاوض يعني مصلحه اداره موجود والاداره تشمل 4 وظائف: وظيفه التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابه. يعني الذي يستعد استعداد جيد للمفاوضات هو الذي خطا نصف الطريق نحو النجاح. مثل الطالب ممتاز يعني ترتب فيها افكارك، ترتب فيها اهدافك، ايش هي التنازلات حتقدمها. حنشوف كل هذه النقاط في الفصل الرابع يعني ان شاء الله. فيقول لك ايش هنا؟ يعني الطالب اللي قبل الاختبار يقوم بمذاكره ويراجع وكذا هو مستعد، يعني احتمال نجاحه اعلى من الطالب الذي لا يقوم بالمذاكره. هذه الفكره. المفاوضات تحتاج الى استعداد. افضل انك تستعد. ليش؟ لانك لما تكون مستعد انت اي شيء يحدث اثناء الجلسه التفاوضيه فانت خلص يعني درسته قبل. يعني لا تفاجأ اللي غير مستعد في المفاوضات. ايش يجرى؟ يمكن ان يفاجأ باشياء يعني ليس له فيها قوه ولا حول ولا قوه، وبالتالي يمكن ان ما يحقق اهدافه. صحيح. او يكون لديك حل بديل. ايوه البدائل كذلك تعد لها من الاول. انت اوراق عندك اوراق هي تفاوض زي لعبه ورق اي لعبه. انت عندك اوراق ستستخدمها عشان تكسب المقابله. فاوراقك تكون عندك بجنبك تعرفها. افضل انك ما تكون عندك اوراق وتدخل العمليه كده بدون اوراق وستجهز اوراقك اثناء الجلسات التفاوضيه. تسعة لا تستعجل الامور. طبعا الاستعجال نعرفه يعني والعجله سيئه. الاستعجال يعني يفقد التركيز، يفقد ترتيب الافكار، ويعني يفقد السيطره على الموقف التفاوضي. وبالتالي هنا لابد من تفادي الاستعجال. قد يولد خطا صح؟ غالبا ما يولد الاستعجال الخطا. 10 تعامل مع الطرف الاخر بوصفه طرفا قويا ولكن من الممكن تغلب عليه. يعني هنا المفاوض الخصم اللي امامك حتى لو هو اكتشفت انه ضعيف تعامل معه على انه طرف قوي. ليش؟ لانه هذا سيحفزك اكثر على تحقيق اهدافك. حتى لو هو كان قويا في الاصل فهذا يمكنك كذلك من استخدام يعني تتعب نفسك، تجهد نفسك، تقوم بالاعداد الجيد لكي تصل الى تحقيق اهدافك. يعني عشان تصل الى تحقيق اهدافك مو بالشيء البسيط، لابد ان تتعب، لابد ان تجهد نفسك. المفاوضات كده. لا تستهين باي خصم. ممتاز. اعتبر كل خصومك هم خصوم لهم قوه، اقوياء. طيب 11 راعي مبدا السريه واحرص على عدم افشاء ما لديك دفعة واحدة، وكن غامضا إلى درجة المجهول بالنسبة للطرف الآخر. يعني إيش مبدأ السرية وكن غامضا ما تقدم أوراقك؟ يعني هنا ما قلنا إحنا عندك أوراق حتقدمهم، تستخدم تكتيكات. حاول إنك ما تكشف نفسك. ممتاز. لا تكشف جميع أوراقك في نفس الوقت. استعمل ورقة ورقة. ورقة ورا ورقة. حسب طبعا تطور اللي يحدث في الجلسات التفاوضيه. لما تكون مجهول انت امام الطرف الاخر فهو سيحير في امره، لا يعرف ايش هي الورقه التي سيستخدمها. وهنا يمكن انه يعني يبقى احتمال الخطا بالنسبه لي كبير. فهنا ممتاز لا تكون مكشوف. 12 قم بتهيئه الطرف الاخر واعداده نفسيا لتقبل الاقتناع بالراي الذي تتبناه. هي الطرف الاخر وعدده نفسيا. يعني قلنا ظروف الجلسه التفاوضيه هي ظروف صعبه، هي ظروف محاطه بالتقلبات، بالضغط النفسي، بالشهود الجسديه والنفسيه. فحاول دائما انك تهيئ الطرف الاخر، تعده نفسيا
يعني كي لا يكون عائق نحو الأفكار التي ستقدمها له، التي ستطرحها في الجلسات الماضية. 13. كن مقبولا في طرح أفكارك وتمتع باليقظة والحذر. ليش مقبول؟ مقبول يعني المقصود بها هنا انه الافكار بتاعك اللي تقدمها افكار منطقية، افكار يعني مفهومة واضحة ممتاز بعيدة عن المستحيل. هنشوف في تكتيكات يعني تستخدم غير ذلك. المبدأ هو الاصل، المبدأ يعني افكارك. ليش تكون واضحة ومفهومة؟ لانه لو انت يمكن تقدم فكرة يعني جد ممتازة لكن الطرف الاخر ما فهمها، حنصل الاتفاق لانه قلنا طبعا لا، لانه قلنا احنا الاتفاق يقوم على جميع اطراف التفاوض. الاتفاق ليس مبني على طرف، يعني ليس طرف يوافق الطرف الاخر لا يوافق، لابد ان الاثنين يوافقوا عشان نصل الاتفاق، لابد ان الاثنين يوافقوا. فتخيل انت يعني عندك مفاوض طرحت عليه فكره وما فهمها اصلا، هل سيوافق؟ طبعا لا. عشان كده يقول لك كل افكارك كن مقبوله مفهومه وتمتع باليقظة والحذر، يعني يكون يقظ أحذر، ما تكون يعني مسالم كثيرا وتعطي ثقة كبيرة. احنا في الجلسات التفاوضية التفاوض يجمع بين درجة من الشك ودرجة من الثقة. لما تتعامل مع شخص انت لا تعرفه من الأول طبعا درجة الشك حتكون عالية. لما تكون في درجة الشك ان تكون افكارك سلسة ومترابطة ممتاز، أن تكون يعني درجة الشك عالية أنت نصل الاتفاق. لما تنخفض درجة الشك ويعني تعوضها درجة درجة الشك ودرجة الثقة، عفوا ضاعت الكلمة، أيوة ممتاز أخدر. فهذه الفكرة هنا. 14. تختتم الجلسة التفاوضية بملاحظة إيجابية بغض النظر عن نتيجة هذه الجلسة. يعني هنا هذا مرتبط بالجلسات التفاوضية، يعني يمكن في جلسة من الجلسات أخفقت، يعني أخفقت بمعنى إيش؟ يعني ما حققت هدفك. فهنا ما تبين، ما توضح للمفاوض الخصم أنك عصبت وأنك يعني ظهر عليك يعني أنك غير مرتاح متوتر، بالعكس أختمها بطريقة إيجابية. ليش؟ لانه تستتبع جلسات تفاوضيه يمكن انك تخسر في جلسه من الجلسات. قلنا الفائده ليس المعركه، فالفائده هي الحرف الاخير. لانه انت لما تختم بالجلسه بملاحظه ايجابيه طبعا هي كل جلسات مترابطه مع بعض، وهذا يساعد في الدخول في الجلسه التفاوضيه الثانيه يعني بمهيئه بملاحظات ايجابيه، وهذا يسهل الوصول الى اتفاق. 14. هنا هذا المبدأ يعني يناقش شوية. لا ترسل أحد نيابة عنك حيث أمكن. شوف، لا ترسل أحد نيابة عنك، لكن فيها شرطية، حيث أمكن. إن أمكن كان ذلك ممكنا. يعني إيش؟ خلينا نشوف النص الأول. لا ترسل أحد نيابة عنك. ليش ما ترسل أحد نيابة عنك؟ يعني أنا كصاحب القضية يمكن أني أرسل، يمكنني اكون انا المفاوض او ارسل مفاوض في مكاني، يعني افوض مفاوض في مكاني. اول اقول لك لا ترسل احد نيابة. ليش؟ لانه المفاوض صاحب القضية هو افضل شخص يمكن له ان يشخص القضية بتاعته وان يقدم القضية بتاعته وان يدافع عن القضية بتاعته. طيب هذا المبدأ. لكن يقول لك حيث امكن. امكن يعني ايش؟ لو هنا في شرط، تروح انت لو عندك المواصفات، لو عندك الصفات وعندك تكسب المهارات لقيام بالعملية التفاوضية. هذا هو الشرط. لان انا ممكن اكون يعني اقدم الرسالة بتاعتي او القضية بتاعتي بطريقة جيدة لكن ما عندي القدرة على التفاوض، فيمكن الطرف الاخر يكسب لانه عنده طرقه، استعمل الادوات يمكن ان تكسبه العملية التفاوضية وبالتالي اخسر انا.
ايوه اختبر مراته واخواته، راح تتحاسب بعدين ان شرسه. الفكره ايش هنا؟ كويس انه لما تكون انت هي افضل حاله او افضل يعني موقف انك تكون صاحب الرساله، صاحب القضيه، وفي نفس الوقت عندك يعني صفات المفاوض، وعندك تكسب المهارات الجيده. لو عندك القضيه انت صاحب القضيه وما تكسب المهارات، فهنا يقول لك هنا حيث امكن ارسل حدا في مكانك، حاول انك ترسل يعني مفاوض يعني يتبنى الراي بتاعك، حاول انك يعني تفسر له القضية، تشخص له القضية بأقصى قدر ممكن عشان يفهمها هو. بعدين هو مؤهل، عشان هو مختص في التفاوض، هو مؤهل عشان يعني يحقق الأهداف المطلوبة في العملية التفاوضية. واضح شباب؟ يعني قدر المستطاع صح مشروطة، يعني إرسال المفوض مفوض هي مشروطة. طيب 16، شكل فريقا تفاوضيا مناسبا يتاكد من انسجام اعضاء الفريق. طبعا هنا المبدا هذا يخص الفريق التفاوضي، هذا حيكون الفصل الثالث او الفصل الرابع. يخص الفريق التفاوضي، فيه صفات وفيه شروط تخص الفريق. يعني قلنا العمليه التفاوضيه يمكن تكون فرديه او تكون جماعيه عن طريق فريق تفاوضي. يقول لك هنا شرط شكل فريق تفاوضي مناسب وتأكد من انسجام أعضاء الفريق. طبعا نعرف أن نجاح الفريق يقوم على انسجامه، يقوم على التكامل بتاعه. فهنا شرط رئيسي، لابد أن الفريق يكون متكامل، لابد أن يكون في تلاحم بين أعضاء الفريق. يعني في الفصل الرابع هنشوف إيش هي شروط اختيار رئيس تفاوضي، رئيس الفريق تفاوضي، إيش هي شروط كذلك اختيار المفاوضين. في شروط كذلك لابد انه يقع احترامها. 17، استمع لتفهم ولاحظ رموز مكتب الطرف الاخر، كذلك اكتب بصيره اضافيه. يعني هذا الجانب الشكلي للجلسات التفاوضيه. اولا يقول لك استمع لتفهم. افضل يعني العمليه الاتصاليه عشان توضح او عشان تقدم فكره يمكن ان يفهمها الطرف الاخر، لابد ان تكون مستمع جيد. الاستماع يعني اساسي. في ناس تتسرع في نقاش، تلاقي نقاش بين الانصات، ايوه نقاش بين طرفين، تلاقي دائما في متسرع في الاجابه. قل لك لا، علم الاتصالات قل لك استمع، كن مستمع جيدا عشان يمكن انك تطرح افكارك بسلاسه وبسهوله وبوضوح. لاحظ رموز المكتب الطرف الاخر، هذا كسب بصيره اضافيه. يعني المكتب يعني يرسل اشارات للمفاوض. يعني لما تجلس في مكتب في اريحيه وتشوف في ذوق في هذا المكتب، في الديكور بتاعه، وفي يعني المكان، حتشوف يعني المكان الجلسه التفاوضيه يساعد في يعني نوع من الراحه النفسيه، لغه الجسد تبعها صح ممتاز. فهذا يضيف لك معلومات انك تفهم الطرف الاخر، معلومات زايده اضافيه تعطيك فكره. انت ما جمعت السي في بتاعه وجمعت معلومات الى غير ذلك، لكن كذلك هذه معلومات يمكن ان تساعدك في معرفه الطرف المفاوض الخصم. 18، لا تنبهر بنجاح الاخرين، قوم هذا النجاح، ربما يكون ذلك النجاح عامه خارجيه. ايوه قمر، الاستماع الرائع يكسب بصيره وافاء اوسع الحوار. ممتاز قمر. طيب 18، يقول لك لا تنبهر بنجاح الاخرين. يعني في يمكن انك سمعت بنجاح اشخاص مفاوضين في عمليه تفاوضيه، لا تنبهر بنجاحهم. لا يعني نجاحهم يعني قام على طريقتهم او على مهارتهم، فربما ظروف في ظروف ثانيه هي التي يعني تسببت في هذا النجاح، هي التي ساهمت في هذا النجاح، وليس الطريقة التي استخدمها المفاوض في العملية التفاوضية. فخد بالك هنا، قال لك يعني أكيد أنه مهارة المفاوض لها دخل في الموضوع، لكن يمكن في ظروف أو في عوامل أخرى
هي التي سهلت النجاح في العملية الراجعه. 19 اذهب الى جلسة المفاوضات في وقت مبكر لاستطلاع الموقف وتقويمه. يعني الموعد بتاعنا الساعة 5، انا روح الساعة 4:30، الساعة 4. ليش؟ اولا يعني عشان استطلع الموقف، يعني اشوف المكان اللي حقوم به بالمفاوضات، اتاقلم مع المكان، اقوم بتقويمه، اجمع معلومات، المكان له افادة كبيرة بالنسبة للمفاوض، انك تستخلص منه معلومات، وهذا يساعدك دائما. المعلومات هذه تساعدك انك تجمع، يعني تكون فكرة على المفاوض الخصم، وبالتالي انك تختار اشياء الاوراق التي ستستخدمها للوصول الى تحقيق اهدافك في العملية التفاوضية. 20 لا تتردد، فالتردد يضعف من وقائع التفاوض. التردد أسوأ شيء بالنسبة للمفاوض. التردد يعني يساوي أو يقابله الخسارة. يعني هذا خط أحمر. كن يعني عندك ثقة بنفسك. التردد عكس ثقة بالنفس. يضعف الشخصية، صح؟ يعني خليك شخص متردد. يعني لما تتردد أنت ستعطي انطباع سيء للمفاوض الخصم، وهو اكيد سيستغل هذا التردد لكي يتحصل على مكاسب، وبالتالي هنا الصورة واضحة، ممنوع التردد في العملية التفاوضية. طيب كده نكون خلصنا الصنف الأول من المبادئ التي تتعلق بالمفاوض. كان بيجينا وقت احنا ايش رأيكم، نواصل مع المبادئ ولا نمر الى يعني مع الصنف الثاني، او نمر الى الكويز؟ اختاروا زي ما بتريدوا. باقي بالتحديد 12 دقيقة كويز نكمل. انا بخير انه نعطيكم وقتكم في الكويز المرة هذه، لانه قريب الصلاة، اذا كنت تدخل الصلاة فحنمر، ما يخالف يعني لو حتى قدمنا بأربعة وخمسة مبادئ ما يأثر علينا. حنمر الى الكويز، لانه قبل الكويز كان مدة 3 دقائق، عايز اعطيكم اكثر وقت، يعني 5 و6 و7 دقائق عشان يكون تركيز اكبر. طيب بالنسبة لل المحاضرة الرابعة، يعني الكويز الثالث. طيب المادة سهلة ان شاء الله، سهلة اخت مهنة، سهلة زي ما بتلاحظوا. هذا يعني اتباعا كل ما نقدم في اللي المزعج شوية هم المبادئ اللي هو الاستراتيجيات والتكتيكات، هذا هو المزعج شوية. بس قلنا الكويز رقم 3. ايوه طيب اعطيكم 6 دقائق كويس كده ونعيشوا في حياتنا، صح؟ ممتاز. طيب حقرا لكم الأسئلة إن شاء الله. طيب الظاهر كويس عندكم على الشباب، الظاهر على الشاشة قبل. طيب ممتاز، حقرا لكم الأسئلة. السؤال الأول، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض نفسه، لا تتراجع، فكر قبل أن تتكلم، لا تكن فظا كريها، لا تستعجل الأمور. وخلال السؤال، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض نفسه، ألف لا تتراجع، باء ليش حنا ما نشوفها، أخبرني التي بتتابع من الجوال ولا من تابلت، ايش المشكلة يعني؟ بالجوال؟ لا ما يظهر لك بالجوال. طيب اسمع السؤال وجاوب يعني. طيب السؤال الثاني، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضة. طيب هنا زي ما بتلاحظوا انه لسه ما شفنا هذا المبدأ.
لكن عايزكم تجاوبوا، جربوا تجاوبوا. القسم هذا لسه ما وصلنا له. لا تتكبر، كن إيجابيا، ضم أهداف صغيرة، ضع ضع عفوا خط صغير يعني، ضع أهداف صغيرة أو ضع أهداف كبيرة. السؤال الثالث، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالتكتيكات التفاوضية هو: ألف، تفحص بنود الاتفاقية، كن حذرا من الشخص المداهن، كن البادئ في العملية التفاوضية، رابعا لا تكن فظا كريها. السؤال الرابع، لا تغادر غرفة الاجتماعات مهما كانت الأسباب، صحيح أم خطأ؟ لا تغادر غرفة الاجتماعات مهما كانت الأسباب، صحيح أم خطأ؟ خامسا، أطل وقت الاجتماع إذا ما شعرت أن أهدافك تحققت. أطل وقت الاجتماع إذا ما شعرت أن أهدافك قد تحققت، صحيح أم خطأ؟ ركزوا قبل ما تجاوبوا شباب، خذوا وقتكم في الإجابة. طيب شباب، وصلنا إلى النهاية، نمر إلى التصحيح. هنا طبعا هنا في بعض المبادئ زي ما قلت يعني، إلا السؤال الأول بقية يعني خاصة المبادئ التي لسه ما يتعرض لها. بالنسبة للسؤال الأول، بماذا التفاوض يتعلق بالمفاوض نفسه؟ الإجابة هي دال، لا تستعجل الأمور، أن العجلة ليس كويسة، الاستعجال يعني مرفوض وممنوع في العملية التفاوضية. طيب، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات، الإجابة هي لا تتكبر. هنشوف هنا عين الإشكال، عم بيد أعطيك نظرة على الأسئلة هذه، تعطيك الفكرة أنه هنا المبادئ يعني أحيانا في نوع من التشابه فيها، فهنا حبيت يعني الفكرة أني ما تخاف من النقطة هذه، هي صحيح فيها تشابه، لكن في الاختبار النهائي سأتفادى كل تشابه موجود بين المبادئ عشان ما تخاف من النقطة هذه. فالإجابة هنا لا تتكبر. من مبادئ التفاوض التعلق بالتكتيكات التفاوضية هو كن البادئ في العملية التفاوضية، خذ المبادرة. هنا هنشوف يعني هنشوف انه أهمية المبادرة. طبعا هنا في أخطاء يعني عادي، الأخطاء هذه ما احسب عليكم لانه لسه مشتغل. لا تغادر غرفة الاجتماعات مهما كانت الاسباب، الاجابة هنا خطأ. يعني مو مهما كانت الاسباب، في اسباب يمكن انك كانت تغادر فيها، هنشوف ايش هي. اخيرا، اطل وقت الاجتماع اذا ما شعرت ان اهدافك تحققت، والعكس صحيح هنا خطأ. بالعكس، قصر وقت الاجتماع اذا وقت الجلسه اذا حسيت انه هدفك تتحقق، فقصر وقت الاجتماع. طبعا هنا بعض المبادئ بعدين حنشوف يعني في المحاضره الجايه اسئله ثانيه تخص المبادئ، فهي فكره اولى عشان يعني ما تكون صدمه ليكم او تخوفكم من النقطه.
طبعا المبدأ ده حيكون في يعني أربع أسئلة، يمكن أكثر شيء أربع أو خمس أسئلة، يعني زي ما قلت لكم قبل أن الأسئلة تكون موزعة على جميع الفصول. طيب لو في أي ملاحظة أو أي سؤال تفضلوا شباب، باقي عنا دقيقتين قبل ما يدخل صلاة المغرب. أيوة شباب، هل في أسئلة؟ رأيك أخ بندر؟ طيب الله يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله نتقابل يوم الأحد القادم على الساعة 9:30، يعني عندكم التوقيت يعني محاضرات. إن شاء الله الأسئلة سهلة وبسيطة، طبعا الكويزات تعطيكم فكرة على طبيعة الأسئلة، الأسئلة نفس روح الأسئلة هي نفسها. طيب إيش أخ منال في ملاحظة مهمة؟ إيش هي؟ تفضلي. ما نقدر نكتب بالمنتدى، ليش ما تقدر تكتبه؟ ممكن خمسة وأربعة، جميلة، ما بعرف لسه ما اشتغلت على الاختبار. ليش ليش ما تقدر تكتب على المنتدى؟ لو في أي إشكال فني يمكن العودة إلى العمالة، يعني فيه يعني تتواصلوا معهم في الدعم الفني، هم يقوموا باللازمة. ما تقدر في إشكال بالمدى. طيب اكتبوا، أنا أكتب رسالة أو أخبرهم، يعني ما عندي تواصل، أخبر العمالة، لكن أنتم ممكن ترسلوا للدعم الفني. شوف المشكلة، يعني لابد أن تكتبوا. طيب كده وصلنا نهاية المحاضرة، نلتقي إن شاء الله يوم الأحد القادم وتصبحون على خير.